السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكمل معاكم سلسلة من باقي الفيديوهات بتاعتنا. كان اسم القناة بتاعتنا أدوات الكروشيه والتريكو. أحب أذكركم احنا أونلاين، للتواصل معانا رقم موبايلنا 010-23-53-60-48. لو حطيتي رقم تليفوني ده في البحث بتاع الفيس هيطلع لك الأكاونت الشخصي بتاعنا باسم سميرة سعيد، والبيج بتاعتنا اسمها أدوات الكروشيه والتريكو على الفيسبوك. النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا مختلف، الفيديو بتاعنا عن مكنة تريكو أنواعه. النهاردة جايبة لكم نوع جديد وهو السنتر. المكنة دي أكبر مقاس نازل، اسمها إكس لارج. دي 48 سم. الميزة اللي فيها ان هي نازلة بعداد زي ما انتوا شايفين. ده شكلها، لونها جديد طبعا زي ما انتوا شايفين. دي 48 سم. دي بتعمل كوفيات والطواقي والشيلان والملابس اهم حاجة. كل ما تتخيليه بتعمله. المقاس ده كبير، بتعمل شغل المفتوح والمقفول، وفيها اللوك اهوت، وده الدراع بتاعها. وطبعا بفكركم اهم حاجة عشان تتأكدوا ان المكنة دي اوريجينال، ايه هي الستيكر. محتويات المكنة لازم بينزل معاها قطع غيار، دراع وسنون زي اللي راكب دوت، والسنون بتاعتها بينزل معاها واحدة بتعمل الكور بومبوم عشان لو هتعملي الكوفية او الطاقية بتحطي فيها. لازم بينزل معاها اسطوانتين تعليم مهمين جدا جدا جدا. الاسطوانات دي بتعلمك ازاي البدايات، ازاي تعملي منها الملابس والكوفيات، ازاي تشتغلي عليها بوجه عام. طبعا مع الكتالوجات بتاعتها وباقي حاجاتها، طبعا مش بتجيلك متركبه كده، الرجول بتبقى مفكوكه، بس بتوصلك فيها عينه تجريبيه زي كده، لازم اكون مجربها لك، مهم جدا. بعد كده لو انت عايزه، عندي قطع متاحه ليا، قطع غيار جايباها بعيدا عن المكنه، يعني المكنه بينزل معاها كيس زي كده اللي هو قطع الغيار، دراع وسنون ووحده الكور. في نازل بقى جديد كيس في 2 سن ودراع، ده زيادة للي عايز بتشتري مع المكنة. وفي كيس بيبقى فيه 6 سنون زي ما انتوا شايفين، زيادة للي عايز غير اللي مع المكنة. دي قطع غيار زيادة، تمام. بعد كده هنخش على المقاس الصغير وهو 22 سن. سنتور برضو نفس الماركة، الشكل الجديد بتاعها زي ما انتوا شايفين تحفة جدا، ومش برجول ولا حاجة، هي بتبقى جاية كده كاملة. وطبعا لازم بتوصل لك فيها عينه تجريبيه، لازم اكون مجربها لك قبل ما ابعتها لك. طبعا الناس اللي بتتعامل معايا عارفه نظام شغلي وعارفه حاجاتي وعارفه لازم ببعت لها فيها عينه تجريبيه زي ما انتوا شايفين. وطبعا يا جماعه المكنه دي بينزل معاها قطع غيار، دراع وسنون، ولازم بينزل معاها اسطوانه تعليميه، وطبعا الكتالوج بتاعها وحاجتها وبكر الخيط بتاعها موجود. اهم حاجه الاسطوانه زي ما قلت لكم، الاسطوانه ديت بتعلمك ازاي تشتغلي من البدايات للنهايات وازاي تعملي منها حاجات. طبعا المكنه الصغيره بتعمل كوفيات الاطفال، الشراب، المعصم، شراب ساق وقدم، باليرينا، معصم، جوانت، وحدات مدوره تتعمل منها بطانيه اطفال او مفرش سرير. الشرابات دي طبعا بتنفع للكبار والاطفال، البالارينا كذلك، الكوفيات اطفال. ما بتعملش يا جماعه طواقي، انا بحذركم اهو، المكنه الصغيره تعملش طواقي، عشان الناس اللي ممكن تضحك عليكم وتقول لكم المكنه بتعمل طواقي والكلام ده كله، ما فيش الكلام ده خالص. المكنه دي بتعمل شرابات كبار واطفال وكوفيات الاطفال، المعصم، الشراب الساق والقدم، بالارينا، الوحدات المدوره الصغيره. وهتلاقوا طبعا على القناة بتاعتنا فيديوهات لمنتجات المكن الكبير والصغير، تابعونا. ولو عايزين تعرفوا الاسعار ممكن تخشوا على البيج بتاعتنا او تكلمونا على رقم تليفوننا زي ما قلتلكوا. اهم حاجة لازم تتأكدوا ان المكن دوت تمام زي ما قلتلكوا، الحاجات اللي بتأكد لكم المحتويات بتاعتها، اهم حاجة المحتويات اللي مع المكنة، ده اللي بيبينك ان المكنة تمام. نسيت اقول لكم لو انتوا عايزين في قطع غيار زياده للمكنه الصغيره، عندي السنون زي ما انتوا شايفينها اهيت، نفس السنون ديت بتاعه المكنه الكبيره هي بتاعه المكنه الصغيره. وهوريكم برده نظره عامه
تاني عن المكن من اهوت زي ما انتوا شايفين. لو حابين تتواصلوا معانا رقم تليفوننا 010-235-3-60-48. سميرة سعيد معاكو، الاكاونت بتاعنا، وشكرا ليكم.